الحديث الذي بعده حديث التاسع قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في الفاده فيه فوائد كثيرة لكن اختصارا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإن الواجب على المؤمن أن يجتنب هذا النهي وإذا اجتنب نهي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مهتديا إنسان إذا اجتنب الأشياء بنهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل الأوامر ذبكم مهتدي وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين والله بحبه زول اللي بيجتنب النواهي ويفعل الأوامر الجبار الرسول عليه الصلاة والسلام ده رب العزة والجلال يحبه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم غفور رحيم في المقابل الزول إذا خالف النهي ده في الدنيا بقح في فتن والله إذا يتخبط تخبط أي زول بعيد من السنة ومن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ده متخبط تلقاه عنده تخبط ممكن في 5 دقائق يبقى عنده 7 آراء الرأي الأول عاطفة ساي ماشي بالعاطفة والجهل والشبهات كما قال ابن تيمية رحمه الله كل من خالف الهدى وطريق النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه صاحب شبهة أو أنه صاحب هوى واستدل بقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وقال الشبه مبنية على الظن وما تهوى الأنفس وده الهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى قال فمن لم يتبع الهدى فهو إما أنه متبع للشبهة الظن أو متبع للهوى كلام واضح واستدل بقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم قل هوى زي وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة الفتنة الكفر لعله إن رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثه يصيبه شيء من الزيغ فيهلك أو كما قال رحمه الله خطر هذا وكان الرسول قال طبق طوالي كان ما قدرت تطبق الآن لأي سبب كائنا من كان كائنا ما كان انت تقول يا أخي الله يوفقنا نطبق أفرح بالحق والله الليلة المجتمع ده كثير منه يخالف السنة يخالف الأوامر يقع في النواهي إذا جيت بالدين الحق يعتبروا تشدد الرسول أبعد الناس عن التشدد يأكل الذراع يحب الحلوى والعسل صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب النظيفة يتزوج من النساء صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم الليل أبعد الناس عن التشدد في أشياء حرمة الناس الليلة المحرمات دي بتستهين بها للغاية بل بعضهم يراها حلالا قل له الغنى قل لك الغنى ماله ده أن نروح عن نفسنا في شنو أنا زول دار أتزوج كيف ما أسوي حفلة أنت مش مسلم أي طب كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون شيء حرام يعني حللوا والزول إذا استحل بعقيدته الحرام كفر استحلال ضرب من ضروب الردة والكفر أما بفعله يفعل فعل المستحل لكنه يعتقد التحريم ده ما كافر لكن عاصي لله تعالى
بعد ذاك الاستحلال الكفر في الأشياء المعلومة والمبينة والتي لا شبهة فيها إلى آخره. قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف حسي تلقى الحفلة شغالة ولا أفضل بيتكلم، تمشي مسجد تلقى يافطة. أمس دخلت مسجد في جنب السلمة لقيت يافطة ساوينا ناس اللجنة فيها 12 ضابط. النصيحة كلها فيها ست حاجة ودي فيها 12 عادين شروط. لا إله إلا الله ما 12 أعظم شيء في الدين، شروط فارغة، أشياء باطلة، حرب لدين الله في بيوت الله تعالى. والله أشياء مؤلمة جدا. أنا ما عارف، والله الله حليم. والله أنا قبل شوية جيت بجامعة السودان قلت: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. مصايب، تبرج شغال، بنات وأولاد ماشيين، ركشة تجي في الاسطوب، الولد ماسك البت ويفعل فيها ما يفعل الرجل مع امرأتي عيانا بيانا في قارعة النهر. كل معاصي، تستر على الباطل، ده أبسط، ده غير الجباب والشرك ومعالم الباطل وإمة الشرك في التلفزيونات شغالين. بعد ده تجي بيوت الله، مسجد تلقى مكتوب برا مسجد الحاجة فاطمة، الجامع تخش جوا وين حاجة فاطمة؟ ماتت عنال بنت المسجد ذات مالها، ماتت. تلقى ناس لا عندهم علاقة بحاجة فاطمة ولا حاجة علوية قاعدين في الجامع مسلطين. كان رئيس اللجنة وأنا السكرتير وأنا المالي وأنا الإيه، كلهم يقعدوا سلطوا. تجد كيف قال تعالى، يقول لك عندك إذن، أيوة في القرآن، في بيوت أذن الله، دي بيوته، أن ترفع ويذكر في اسمه. لا لا، إذن مكتوب. قريت من الضوابط ال 12 دي أن يكون الحديث بإذن مكتوب وأن توافق اللجنة على هذا المكتوب. أنت جيت مع الرزائب المسجد يقول لك اللجنة، أنت لا بتعرف اللجنة ولا رئيس أمنه، وبس جاي مع الرزائب في الشارع. الناس دي كلها مصائب، خافوا الله سبحانه وتعالى. والله ديل الله بيسألهم. والله في رفاعة مشيت مسجد تكلمت الصبح، اتصلت علي واحد، قام واحد تاني ده بيسكر بس بيجي الصبح، باقي اليوم تلقاه سكران وبصلي لكن بآخر الصلاة ما بعرفه آيته ما بي إلا في رمضان بي سكران، الله يحفظه زول فيه خير. قال لهم هو يا ناس الجامع مشاكل في بيت الله للزول؟ لا، أنا قال لهم بمشي محل السكر بشرب بمزاج ما في زعاج وبمرق. أنتوا في بيت الله شاكلوا؟ قال لهم في محل السكر ما في شكر. زول يجي يشرب خمرة، قال ادوا الخمرة يشرب ويدفع قروش ويبقى مارق في الحرام. قال لهم في بيت الله تزعجوا؟ قال لي خلاص اتكلم. قلت له بتكلم من غير ميكروفون. قال لا لا، ده السكران البيسكر ده مش سكران الوكب ده. قال لا، يتكلم بالميكروفون لأنه في نسوان برا فين خير بيسمع. والله ده ما فيه خير. ثلاثة الله يحسن خاتمتك بعدين، عندنا الناس دي وردك للحق. مصائب ثقيلة والله، أشياء تتقطع منها القلوب. في بيت الله واحد في بحري في سمرة ده اتكلمنا في التوبة، بس نصيحة في التوبة رد علينا في المنبر. تلاقي دين تكلمت في مسائل الثانية العقيدة وتسوي شو. جينا الدرس اللي بعده قال تسوي ورا، سوينا ورا، جينا نسوي ورا الدرس، جو جرونا من الجامع زي السخل اللي ما قادر تقوم كر، والمعانا الدكف ونحن ضربونا الله يتقبل. في النهاية قلت لهم يا أخي خلاص نقعد للعشاء أصلي وامشي أهلي. قال لي والله صلاة ما تصلي معانا، مش بشكلك ده، بصلاة ما تصلي معانا. طردونا صلاة ما خلونا نصلي قوة بس هاي. وده وين يا ناس؟ بلد إسلامي، البلد ده مع مسلمين. الكلام ده لو في أمريكا ولا فرنسا ولا غيره شوف عادية، لكن بلد مسلم وإلى الله المشتكى. عشان كذي مرات الزول يتمنى متين تقوم القيامة دي، لأنه في ناس في الدنيا دي كما قال تعالى
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة شنو؟ رافعة، خافضة لأقوام رفعوا في الدنيا، رافعة لأقوام خفضوا في الدنيا، وإلى الله المشتكى. النواهي الآن منتشرة، غناء، تبرج، حدث ولا حرج، تبرج شغال، محرمات كثيرة، بل بعض الدعاة بقى يستحي يتكلم فيها، وأنا ما بستحي، ما حرج، ما تتحرج منها. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. مسائل اللحية والتقصير من الدين فيها نواهي عديل في البخاري ومسلم. من رواية ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب بالهمزة، وفي لفظ حفوا الشوارب، واعفوا اللحى. قال ابن حزم: فيه وجوب، وجوب مش استحباب، وجوب أخذ، وجوب أخذ شيء من الشارب، ووجوب ترك اللحى، اللحى بضم اللام ضم جمع لحية، واجب عديل. قال ابن عثيمين في الأسئلة المهمة في الجواب قال: ويزداد التحريم كلما أخذ شيئا منها، فالذي يأخذها بالكلية أشد تحريما، والذي يأخذ بعضها ويترك بعضها أخف تحريما. كلام خطير. النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن أبي داود، ذكره الألباني أيضا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، عظم بس ما يصل الكعب، فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. عثيمين ده قال من غير تكبر، أهو البيت تكبر، ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه. من كلام خطير، جعلوا لي طائفة معينة، يقول لك ديل الجماعة ديل، لا الجماعة ديل ولا كذي، لا تبقى مع الجماعة ديل ولا ديلك، أبقى مع الحق بس، ما تبقى مع ديل، مش أنت خايف يقول لك مع ديل ما تبقى معهم. ما الله قال لك الناس بتتكلم، فاصبر على ما يقولون، قوله فاصبر على ما يقولون دليل على أنهم سيقولون، وقال لك فاصبر على ما يقولون معناه هم بيقولوا، أنت أصبر بس حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، تلقاه بالحق. مصائب كثيرة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا على سبيل القطع والإلزام، ما فيه شنو اثنين ثلاثة. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ده بالاستطاعة، وده ما معنى إنه على سبيل الاستحباب، إنما على سبيل الوجوب لكن بالاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم، كحديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، أو قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بالاستطاعة الأوامر، ليه؟ لأن النواهي لا تحتاج إلى عمل، وإنما الأوامر هي التي تحتاج إلى عمل. يعني من النواهي أنك منهي عن شرب الخمر، وك ما تشرب خمر. طيب الزول بيلدو وبيشرب الخمرة، ولا بيلدو وأصلا ما شارب الخمرة؟ الزول بيلدو وما شاربه من بطن أمه، إنما يخرج وهو سليم، كونه يبقى على سلامته ده طبق النهي، يعني ابتعد عن النهي، كونه الزول ما شرب خمرة، لأنه أصلا أنت كانوا قاعد أسي ما تحركت أي حركة، أنت ما شربت الخمر، ما تحركت أي حركة، ما بتقتل زول، ما تحركت ما بتقع في الفواحش. الإنسان يبقى على أصله فيترك النواهي، بس على الأصل، ما داير قوة تتحرك ليه عشان تترك النواهي، بس على الأصل. أما الأوامر فتحتاج إلى قوة، وأقيموا الصلاة أمر تحتاج إنك ما تكون على الأصل، تتحرك من الأصل الذي خلقت عليه.
وإنما تتحرك تتوضأ وتقوم وتصلي، ده فعل. الفعل ده محتاج لقوة، عشان كذي القوة دي بالاستطاعة، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن في النواهي التواقف بس على الأصل الذي خلقت عليه، كما في الفوائد الأوامر يعني مقصودة لذاتها، والنواهي مقصودة لغيرها. زول اجتنب الشرك ده لسه عليه شيء، ما خلى الشرك، ما عبد غير الله، لكن لو وحد تلقائيا، كون وحد معناه ترك الشرك، وزاد عليه كذي أنه عبد الله، ما الموحد البعبد الله وحده ولا شريكا، لكن زول ترك عبادة غير الله، ما هو الله، لا بعبد الله لا بعبد غيره، ترك الشرك لكنه ما فعل شنو؟ العبادة. عشان كذا قالوا الأمر مقصود لذاته، وأما النهي مقصود لغيره. ترك الشرك اجتنب النهي اللي هو الوقوع في الشرك، بعد ده جاي الأمر اللي هو التوحيد، أن تعبد الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنت كون توحد معناه عبدت الله سبحانه وتعالى وحده، معناه عملت عمل وقدمت لي الله، وفي المقابل تركت الشرك. التوحيد مقصود لذاته. راجع الكلام ده، راجع فيه والفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب قيم، كتاب المسلم إذا قرأه يعني بديه فوائد كاسمه كتاب الفوائد، كأنه جمع فيه زبدة كتبه رحمه الله تعالى. طيب قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، تطبق الأوامر لكن بالاستطاعة، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يكثرون من الأسئلة التي لا فائدة فيها، ويختلفون على الأنبياء. ابن عثيمين ضرب لهذا مثلا بقصة أصحاب بقصة بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، قال الله عنهم لما أتوا إلى موسى عليه السلام وقالوا: هذا القتيل ومن الذي قتله، واختلفوا فيه. قال لهم موسى عليه السلام: اذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومي: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. زي ما ذكر العلماء، لو كانوا مسكوا أي بقرة ذبحوها كان الموضوع انتهى، لكن شددوا على أنفسهم وأكثروا من الأسئلة والتشديد، فشدد الله عليهم: اذبحوا بقرة، أي بقرة. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ياتوا بقرة كبيرة ولا صغيرة. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، لا فارض ولا بكر، وسط. مش مفروض يمسكوا أي بقرة وسط بين ذيل ويذبحوها؟ قالوا: اللون كيف لونه كيف؟ قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء. لو قال سوداء، السود كتار، بيضاء كتار، حمراء كتار، لكن صفراء. وفي الصفراء فاقع لونها، ثلاثة تسر الناظرين، بيشوف عجب، مفروض يمسكوا بقرة صفراء. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، تشابه علينا، والصفراء بتتلقي بالسائل. قالوا: تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فعشان الموضوع يختصر، مسلمة لا شية فيها، مسلمة سليمة لا شية فيها. بعضهم قال: لا عيب فيها، وبعض المفسرين قالوا: لا شية فيها، أي لا لون مغاير فيها، يعني ما لون بيضاء وفي وشها فيه سواد،
ولا كذي، لا لا شية فيها، لا لون مغاير فيها، كلها ضوابط، كل مرة بشددوا على أنفسهم فيشدد الله عليه. قالوا الآن جئت بالحق، يا دوب جبت الحق ومن قبيل جاب الحق، الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. لذلك إنت جاك الأمر ما تسأل أسئلة، في ناس بيسألوا أسئلة ما مفيدة. يقول لك النملة الوقفت الجيش بتاع سليمان كانت ذكر ولا أنثى؟ يعني فائدتها شنو؟ ما قال نملة بس كفاية. واحد قال لي هل هدهد ده اسمه منو؟ الهدهد ده اسمه شنو؟ ملغبينه شنو؟ آي لا الهدهد آي برضو. الحسن البصري قال اسمه عنبر أو عنفر، لكن في النهاية ما فائدة في معرفة الأشياء دي، ما فيها فائدة. فأنت دائما تسأل أسئلة مفيدة تستفيد منها وتفيد غيرك. طيب عشان كذي جنه في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم إلى آخر الآية. ابن عثيمين رحمه الله قال هذا في بداية الأمر، لأن الوحي كان ينزل بهذه الأسئلة وبغيرها، أما الآن وقد انقطع الوحي وتم الشرع فيجوز للإنسان أن يكثر من الأسئلة للفائدة يستفيد. طيب حديث ده فيه مجموعة من الفوائد. هنا العباد رحمه الله ذكر 6 فوائد نذكر منها. قال وجوب ترك ما حرم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وده في قولي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الفائدة الثانية وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب بعد ذاك الفائدة الثالثة التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكه، اللي هو شنو؟ كثرة أسئلتهم، كثرة سؤالهم أو أسئلتهم، واختلافهم على أنبيائهم. بعد ذاك في فوائد قال أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، لأنه قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حال أهل الكتاب لنأخذ منه العبرة، نأخذ منه الفوائد والعبر.